سنة ورا سنة ورا سنة سيبنا المشكلة تكبر وتتعقد. ما احنا سنين طويلة عايشين على 7% بس من مساحة مصر. اتكدسنا في المدن، خلفنا كتير، بنينا على الأراضي الزراعية. طب ايه السبب؟ يمكن ما كانش فيه تخطيط للمستقبل زي النهاردة؟ أكيد. يمكن عشان مشوار التغيير صعب ومش سهل ومحتاج وقت وفلوس وإرادة حقيقية وتخطيط للاتنين مليون مصري اللي بيزيدوا كل سنة؟ الكلام كتير عن الأسباب اللي وصلتنا لكده، بس الأهم والأفيد من الكلام إننا نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان نلحق نفسنا ونعوض كل اللي فاتنا. ودينا هو اشتغلنا بجد شغل ما تعملش يمكن من أكتر من 150 سنة، وبنطور البنية التحتية وبنبني في كل مكان على أرض مصر مشروعات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط وإسكان متميز، والعشوائيات بنقضي عليها وبنقضي على معظم المناطق السكنية الغير آمنة، وبنوفر مساكن بديلة لسكانها بتحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم وأمنهم وأمان ولادهم وعائلتهم، وبنرجع للريف المصري جماله وزهوته بمشروعات حياة كريمة اللي بتطور آلاف القرى، وكل المرافق والخدمات بتدخل علشان محدش يضطر يسيب قريته، والمدن الجديدة بتظهر في شرق مصر وغربها وطولها وعرضها في زمن قياسي، واللي يتعمل في 10 سنين بيتعمل في سنة. العالمين الجديدة تحفة معمارية واتبنت علشان تبقى شريان حياة شغال طول السنة لمنطقة من أجمل مناطق مصر، مدينة الجلالة تحفة معمارية في حضن الجبل، والعاصمة الإدارية مدينة مركزية تليق بمصر ومكانتها، والإسماعيلية الجديدة، أسوان الجديدة، وبورسعيد الجديدة، وأسيوط الجديدة، ومدينة رشيد الجديدة، وإنا الجديدة، وطبعاً المنصورة الجديدة اللي مجمعانا كلنا النهاردة. وعلى فكرة المنصورة دي بلدي، ليا في كل شارع فيها حكاية، وناسها أهلي وحبايبي، أجدع ناس. حموا مصر زمان من الاحتلال ودفعوا عن ترابها بأرواحهم وانتصروا، عشان كده سموها المنصورة، بلد العظماء، عروس الدلتا. وعلى قد ما الماضي كان جميل، اللي شايفينه قدام عينينا النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى. المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها. مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر، مشروع سكن مصر، سكن كل المصريين، شقق متميزة وفيلات بتطل على البحر، ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضرة وخدمات ترفيهية في كل مناطقها، مشروعات بنية تحتية، محطة كهرباء عملاقة، ومحطة لتحلية مية البحر بتوفر في المياه وبتخدم المنصورة وكل المدن اللي حواليها. المنصورة الجديدة فيها كل الخدمات، والمرافق مبنية بالمعايير العالمية، مدارس ومركز طبي عالمي ونوادي رياضية وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر حاجة في منتهى الجمال والروعة، تتمشى وتتسوق وتتفسح، تركب عجل، تشم هوا نظيف، وبيتك على بعد دقايق منك وانت مروح. المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة مش بس لأهلها، للدلتا كلها، لأنها مربوطة بشبكة طرق ضخمة والمواصلات ليها كتيرة وسهلة من أي مكان في الدلتا. وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين، في غمضة عين إحنا برضو اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها. ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة، ومن النهاردة المنصورة الجديدة هتنور بيك.